زيارة فجائية ليلية رقابية تفتيشية أسفرت على عدة تدخلات، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى التجار المخالفين، حيث كانت هذه المخالفات متنوعة ما بين عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، كما كان هناك حجز لمواد غير صالحة وكذا لحوم بيضاء لعدم توفر شهادة صحية. وقد تم استدعاء المخالفين إلى مكاتبنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وليست الزيارة الأولى والأخيرة، وتكون هناك زيارات أخرى وفي الغالب ستكون كلها فجائية سواء ليلا أو نهارا بحسب البرنامج المسطر. من أجل الوقوف على مدى احترام التجار لأسعار السلع واسعة الاستهلاك، لا سيما المقننة والمدعمة، ولقد وقفنا على تسجيل عدد من المخالفات وقمنا بتحرير استدعاءات المخالفين قصد الحضور إلى مصالحنا في الأجل المحددة من أجل تحرير المخالفات بالمخالفات الموجودة.